أهلا بكم، نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضاً من الفيديوهات الرائعة للغاية لمشاهدة كيف تم تصويرها بالصدفة. لكن قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. ديكون رومي ضد ثعبان. طبقاً لقوانين الحياة البرية من المفترض أن تخشى الطيور الاقتراب من الثعابين، ولكن من الواضح من تلك المشاهد أن الديك الرومي لا يخاف من الثعابين، بل إنه يطاردهم على عكس باقي الطيور. فقد حاول الثعبان إصدار أصوات مخيفة حتى يجعلهم يتراجعون، لكن لا جدوى من كل هذا. وحينها تأكد من أنه كان في الموضع الخطأ، حيث قام أحد الديوك بالهجوم عليه. قطار في الهواء. ينتقد الكثير من الناس فن الرسم والنحت، ويرون أنه لا يستحق أن ينال كل هذه الضجة والشهرة، لكن ما حدث في هولندا كان أمر لا يصدقه أحد. ففي إحدى الأيام كان سائق القطار في طريقه حينما تعرض لحادث غريب من نوعه، حيث إنه كانت هنالك مشكلة في القضبان ولم يكن يدرك هذا الشيء. ولكن لحسن حظه هو ومن معه أن مقدمة عربة القطار قد استقرت على ذيل تمثال هذا الحوت. سمكة القرش وراكب الأمواج. رياضة ركوب الأمواج واحدة من الرياضات الخطيرة للغاية، حيث إنه من الممكن أن تواجه موجة طولها 10 أقدام ويسبح بداخلها سمكة قرش ضخمة ومخيفة. ويمكنك التأكد من هذا الشيء من خلال هذا الفيديو الذي تم تصويره من الطائرة بدون طيار، والتي تمكنت من تصوير سمكة القرش هذه وهي تسبح في تلك المنطقة. وبالتالي فقد كانت حياة هذا الرجل في خطر كبير، ولحسن حظه أن سمكة القرش لم تكن تشعر بالجوع في هذا الوقت، فلم تهجم عليه، وإلا قد كان خسر حياته بسببها. قيادة السيارة بطريقة مريبة. الازدحام المروري واحد من الأشياء المملة للغاية، وإذا تعرضت في يوم من الأيام لشيء من هذا النوع يجب عليك التحلي بالصبر حتى تتمكن من المرور من هذا الازدحام. ولكن البعض لا يتمكن من هذا الشيء ولا يستطيع التحلي بهذا الصبر، وهذا ما جعل هذا الرجل يسير بطريقة معكوسة بهذا الشكل المدهش حتى يتمكن في النهاية من المرور من الازدحام في فيديو أصاب الجميع بالدهشة والذهول. دجاج يعبر الطريق. تخيل أنك في يوم من الأيام تسير في طريقك وسط زحام مروري غريب، وتجد أن السبب في هذا الشيء هو أن هنالك مجموعة من الدجاج يعبرون الطريق، وهذا ما جعل شرطي المرور يوقف حركة السيارات. حدث هذا بالفعل في نورووك في كاليفورنيا، وكان الجميع يظن أنها مزحة، لكن هذا الفيديو أكد أنه كان السبب الحقيقي. سائق الشاحنة التي كانت تنقل الدجاج لم يكن على دراية بأن هنالك قفص قد سقط من على السيارة، وهذا ما جعل رجال الشرطة يحاولون نقلهم وإنقاذهم، ولهذا توقفت حركة المرور تماماً. السنجاب اللص. إذا كنت تحاول إطعام السنجاب في الحديقة، ربما أنك على دراية بأنهم مع مرور الأيام يقل مستوى الخوف لديهم، وهذا ما يدفعهم في النهاية لمحاولة الحصول على الطعام بأنفسهم دون مساعدة من أي شخص آخر. هنالك قصتان لهذا الشيء. الأولى، في إحدى المتاجر في مدينة ديزني تمكن السنجاب من سرقة هذا الكيس ذو اللون الأصفر. كيف أدرك هذا الحيوان أن هذا الكيس هو ما يحتوي على البندق؟ لا أعلم. وفي ذلك الفيديو استطاع هذا السنجاب سرقة هذا الطعام من هذا الصندوق، كما أنه استطاع سرقة أشياء أخرى وأصاب الجميع بالدهشة. ركن السيارة بطريقة غير قانونية. قوانين المرور تمنع أي شخص من ركن السيارة بجوار ماسورة إطفاء الحريق، لكن بالرغم من ذلك يقوم الكثير من الناس بعمل هذا الشيء بالرغم من أنه ممنوع. وعندما قام مالك هذه السيارة بعمل هذا الشيء أدرك أنه على خطأ تماماً، فجاء رجال الإطفاء وقاموا بتحطيم الزجاج بتلك الطريقة حتى تمكنوا من تمرير خرطوم المياه بهذا الشكل، وهذا ما جعلهم قادرين على إخماد النيران
وبالفعل تم تغريم سائق السيارة غرامة مالية على عدم اتباعه قواعد المرور. غزو الضفادع السامة. في مرة من المرات انتشر عدد كبير من الضفادع السامة، حتى أن الخبراء منعوا خروج الناس وأوصوا برعاية الأطفال والحيوانات الأليفة. وقد حدث هذا الشيء في العام الماضي في حديقة بالم بيتش في فلوريدا، وانتشر عددهم بطريقة مخيفة. لكن فيما بعد أوضح الخبراء أنهم لا يتمكنوا من توجيه أذى كبير للبشر سوى الإصابة بطفح جلدي، ولكن السم الخاص بهم قاتل للكلاب والقطط. المنازل الجليدية. ربما أنك تظن أن هذه الصورة من إحدى الأفلام الكرتونية، لكن في الحقيقة إنها صورة حقيقية، حيث إن هذا المنزل ضربه إعصار قوي للغاية، جعل الكثير من قطع الثلج تتراكم بهذا الشكل على المنزل، مما جعله مثلجاً بتلك الطريقة المذهلة، كما أن المنزل كان بالقرب من المسطح المائي، وهذا ما أدى إلى تأثره بالثلوج أكثر. كركند بلونين مختلفين. هذا الحيوان البحري واحد من أغرب الكائنات البحرية حول العالم، ففصيلته تتمتع بألوان فريدة من نوعها ومختلفة عن باقي الكائنات البحرية. لكن ما تراه هنا الآن أمامك مختلف تماماً، حيث إن هذا الحيوان يتميز بلونين مذهلين، فنصف لونه بني غامق والنصف الآخر برتقالي. وسبب ذلك هو طفرة جينية مختلفة هي ما جعلت هذا الحيوان يتحول لهذا اللون الفريد من نوعه. وسيلة مواصلات غير عادية. هذا الرجل يدعى إيزي، وبعد أن شاهد فيلم الحديقة الجوراسية مع أبنائه، سأل واحداً من أبنائه: هل أن الديناصورات لا تزال على قيد الحياة؟ كان من المفترض أن يجيب بلا، ولكنه قام باختراع هذه الآلة ليجيب عنه بشكل عملي، إذ أنه استطاع صناعة آلة على شكل ديناصور تحرك الفم والذيل، كما أن الأقدام كانت تتحرك بطريقة معقدة، لما جعله واحداً من أغرب الاختراعات المذهلة حول العالم. أمطار الإيغوانا. في جنوب شرق فلوريدا، أوضح خبير الأرصاد الجوية أن السماء سوف تمطر هذا الحيوان الذي يشبه السحلية في واحدة من الظروف البيئية الصعبة. تخيل أن يسقط من فوقك حيوان بهذا الحجم والذي يصل وزنه إلى 9 كيلوغرامات، ويحدث هذا الشيء نتيجة لأن درجة الحرارة ربما ترتفع عن 45 درجة مئوية أو تقل أكثر من 7 درجات مئوية، ويؤثر ذلك على هذا الحيوان لما يجعله يسقط من على الأشجار ويضر كل ما يوجد أسفله. لهذا كان الكثير من الناس يحرصون على عدم ركن السيارة أسفل الأشجار حتى لا تسقط هذه الكائنات على سياراتهم وتسبب تحطيمها أو كسر في الزجاج. الراكبة الطاووس. بعض من شركات الطيران تسمح للركاب بحمل الحيوانات معهم بدون أي نفقات، حيث إن هذا يساعد على تقليل التوتر لدى الركاب، ولكن هذا ينطبق على القطط والكلاب فقط. وقد قررت هذه السيدة السفر من نيويورك إلى لوس أنجلوس، حينها كانت ترغب في أن تنقل معها طائر الطاووس، ولم يتم منعه في الطائرة، وهذا ما جعله واحداً من أغرب الركاب حول العالم. ما هو أكثر شيء أصابك بالدهشة اليوم في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. نراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.